عجينة الكروسانت خليت ملعقة أكل خميرة، وراح أخلي ملعقتين أكل سكر، راح أخمرها بمي دافي، راح أخلي عليها مي دافي وأتركها لحد ما تتفاعل. والمي الدافي خليت نص كوب بس، لأن أنا راح أعجنها بس بحليب. تقدرين أيضا تخلين تفعلين الخميرة بالحليب الدافي، بس أنا فعلتها بمي. أتركها تتفاعل وأرجع لكم. ما تفاعلت الخميرة عندي صارت أكتف، هسه راح نضيف حليب بحرارة الغرفة. راح أضيف لتر حليب، وإذا أنت تريدين تقللين بعد بكيفك. هسه راح أبدي أضيف الطحين تدريجيا، وأني أضيف الطحين راح أضيف فيها الزبدة، واستعملت زبدة مملحة لأن تنطي طعم أطيب بالمعجنات. راح أضيف الطحين تدريجيا، وهي الطحين راح أضيف الزبدة كوب واحد بس، لأن بعد راح نخلي بيها زبدة، راح أعجنها بكوب واحد بس. فيها السماغة عندي 3 كوب طحين. هذا الرابع كوب ملح، هذا 5 كوب. خليت الزبدة كلها، يعني هسه خليت كوب كامل زبدة، ولي هسه أني مخلية 6 أكواب طحين، وراح أكمل العجن وأخلي الطحين تدريجيا. هذا قبل ما أقطع الفيديو، هذا 7 كوب، وأعجن وأرجع لكم بعدين. تمت العجينة، هسه صار وقت انه ألمها بإيدي. راح أنزلها من العجانة وأبدي ألمها بإيدي. بعد ما نخبط كل شي سوا، هسه راح نلمها بإيدنا حتى نتحكم. هي بعد يراد لها طحين، بس راح نلمها بإيدنا حتى نتحكم بيها، لأن نريدها شوية تكون قوية، لأن راح نخلي الزبدة حتى لا تسيح منا ومنا. نبدي نضيف طحين ونعجن. أنا سويت لتر حليب، لأن راح أسوي أيضا منعتها من نفس العجين، راح أسوي سينمون بان. أنتوا تقدرون تقللون كمية الحليب، تخلون نص لتر كيفكم. هالشكل هذا راح ألمها ويا الطحين حتى أتحكم قوتها. أعجن وأرجع لكم. صار فوق ربع ساعة أعجن بيها بهالشكل هذا. راح تتعبين بهاي العجينة، بس صدقيني النتيجة تستاهل وورث إت. حتى لا تشترين من السوق، وتطلع أطيب من مالة السوق. تحشيها بالشيء اللي أنتي تريديه. هسه راح أخمرها لمدة 40 دقيقة ونرجع لكم. راح أسوي وهي تختمر، راح أسوي قطعة الزبدة حتى أجمدها، ننتقل لمرحلة فتح العجينة ولفها. نشوفكم بعد ما تختمر العجينة. هسه راح نحضر الزبدة اللي راح نخليها عجينة الكروسان. الزبدة اللي عجنت بيها كانت بحرارة الغرفة، يعني دوسين عليها صبعك يدخل، ما مذوبتها على النار، لذوا بيها على النار، وإنما بحرارة الغرفة. هاي بيها شوية قوة، يعني طلعتها قبل نص ساعة، هذي كان طلعتها من بارحة بالليل.
فهاخذ قالب الزبدة واخليه بورق زبدة. هالشكل هذا راح نبدي نسويه فلات، نسويه مثل المستطيل يصير جوا. بالشكل هذا بدأ أجمعها. هسه راح أسد الأطراف وأرجع أدخلها للفريزر حتى تنجمد، تصير زبدة مجمدة، قالب ينجمد عندي، بعدين حتى نرجع نشتغل عليه. هاي راح أدخلها للفريزر وأنتظر العجينة مالتي حتى تختمر. اختمرت العجينة عندي، اخذت هاي حتى اسويها كروسانت، وهاي بقيتها حتى اسويها سينمون بان. راح افتحها، افتح العجينة بشكل مستطيل. راح افتحها وارجع لكم. فتحت العجينة بالشكل هذا، وهسه راح انزل الزبدة، الزبدة الجندة هذا راح نبقيه حتى نطبخ عليه للدبوس. راح اجيب اطراف العجينة هالشكل هذا، بس راح ارجع اتركها ترتاح. حاولي تكون العجينة وياك من تفتحيها تكون مستطيل او مربع متساوي، يعني تكون يكون طرف طالع طرف داخل حتى نقدر حتى تكون قطعة تمام، حتى من نفتحها تكون مضبوطة ويانا. اتركها ترتاح شوي وشوي تذوب الزبدة بيها ونرجع لكم. دا احاول ادمج الزبدة ويا العجين، بس اشوف العجينة مالتي صارت حارة او قامت برودتها تنزل، اوقف الشغل وادخلها رأسا للثلاجة، لان احنا ما نريد الزبدة تذوب حتى تطلع من كل مكان. هاي راح تكون اول لفة الف العجينة، بس تصير شوية بيها حرارة راح ادخلها للثلاجة. فتحتها بعد وبدت العجينة شوي تدفى، فراح اطويها بهالشكل وألفها بالبلاستيك راب وأدخلها للثلاجة حتى تبرد، لأن ما أريد تشتغل عليها وهي حارة. راح ألفها بلاستيك راب وندخلها للثلاجة حتى تبرد. بردت، راح نرجع نشتغل عليها. أنا ليها سلافتها 5 مرات،
وراح ارجع الفها. نرجع نفتح وبس تصير حارة ندخلها للثلاجة. راح اكتفي بهذا الحد من الطبقات. تقريبا يعني سويت 8 إلى 10 مدى اذكر، لان قطعت الفيديو حتى لا اطول عليكم. هسه راح نخلي طحين ونبدي نفتح العجينة. بعد ما نفتحها مربع او مستطيل كبير راح ننظف الطحين، نبدي الشغل عليها، نبدي اللف. بس تشوفين الزبدة بدأت تطلع ضيفي طحين. افتحها وارجع لكم حتى لا اطول، لان بي خطوات هواي ليصير الفيديو طويل عليكم. فتحت العجينة مالتي على شكل مستطيل طويل كلش، وخففتها بهالحجم هذا. راح ابدي الشغل عليها. هاي راح تنقسم قسمين، هالشكل هذا تنقص من النص. راح نبدي نشكل الكروسان، راح تصير مثلثات. هذا كروسان واحد، نستمر على هالشكل لحد ما نكمل العجينة كلها. شوفوا الطبقات، شوفوا شلون طلعت. اكمل التقطيع وارجع لكم. عملت التقطيع وطلعوا هاي الكمية. وراح نجي هنا تسوين فتحة من النص ونبدي نلف. بس من تلفين شوي اسحبي هالاطراف هالشكل هذا حتى تطلع عندك كروسانة. نفس الشيء نسحب هالأطراف هالشكل ونبتدي باللف وعلى هالشكل لحد ما تخلصين. وما راح ندخلهم هسه للفرن، راح نبقيهم تقريبا بحدود نص ساعة إلى 40 دقيقة لحد ما نشوف حجمهم الضاعف، وبعدين راح ندخلهم للفرن. اكمل لف الكروسان مالتي ونرجع لكم. خلصتهم، طلعوا صينيتين عندي. هسه راح اغطيهم، اتركهم الربع ساعة نص ساعة 40 دقيقة لحد ما اشوف العجينة ارتاحت ونفخت شوي، لان اني اشتغلت عليها ومديتها فاريدها ترتاح حتى من ندخلها الفرن الطبقات عدنا تبان. بس تبدي شوفي هي اوريدي بدت الطبقات تنفصل شوي، راح اتركها نص ساعة ونرجع حتى نكمل اخر خطوة. خليت بيضة وحليب، تركتهم يختمرون نص ساعة وبدت الخطوط عندي تنفتح. تقريبا حجم الكروسان الضعف عندي. راح امسحهم بخلطة الحليب والبيض وندخلهم على بالفرن على درجة 400 فهرنهايت، ونشوفكم بالنتيجة النهائية ان شاء الله. طلعوا بهالشكل هذا، شوفوا الطبقات شلون منفصلة عن بعضها، ما راح تفرقوها من السوق. وطبعا هاي احسن لان انتي مسويتها بالبيت ونظافتك بايدك. اتمنى تكون عجبتكم الوصفة، ونشوفكم ان شاء الله بوصفات ثانية. وهسه راح اتركها شوي تبرد حتى اشيلها واخليها بماعون التقديم.